مكسوف كده، هو لابس الفلوفر كده وانتوا مصيفين خالص. بس احنا حرانين، ما عشان المجهود. ايوه ايوه. ازيك يا معي؟ ازيك يا شريف؟ يا قمر، انت لسه عامله قريب الابيض تاني ولا ايه؟ ده ابيض اكتر ربوط. ايه الاخبار؟ كله تمام. هي شفيره؟ لا لا لا، بصوتها شبه شفيره. ممكن ممكن، بس لا مش شفيره. اخبار الزومبا في العالم ايه في 22 بقى؟ دلوقتي بقى في يرجعوا يعملوا ايفنتس تاني لايف، بقى لنا فتره كبيره قوي كل حاجه فيرتشوال اونلاين بس. فدلوقتي بقى خلاص بقى في العالم كله بقى في ايفنتس، وكله بقى رجعنا نتجمع تاني زي الاول. طب ده شيء لطيف. خبر سعيد ان زومبا رجعت تاني. طيب هل كل سنه بيبقى فيه موضه؟ يعني السنه الجايه هيبقى فيه موضه للزومبا، حركات هتطلع اكتر؟ كل سنة بيزودوا أكتر من حركات، بيبقى اسمهم ريذمز. يعني احنا في الأول خالص الزومبا كانت عبارة عن 4 ريذمز، دلوقتي 8 9 10 مثلا. بقى في أفريكان، بقى في بوب، بقى في حاجات كتير قوي. مين الدولة اللي لغاية دلوقتي متربية على عرش الزومبا؟ احنا. اي ويش. لا دلوقتي والله بقى في كل حتة، كل حتة. اوكي. فلا مش لاتين امريكا بس، لا ده كان في الاول بقى. دلوقتي لا خلاص العالم كله، اول اوفر ذا ايطاليا، اسبانيا، اسبانيا دلوقتي ولاتينو وكده، فهم ال صحيح صحيح. طب نسمع تاني تراك؟ يلا بينا، يلا بينا نشوف تاني تراك مع معي. اتفضل. We'll be right back.
وانتوا دلوقتي شغالين في وبتعملوا الزومبا، في سؤال انا مش عارف عمري سالته لك ولا لا، وقعدت افكر، هو انت دارسه ايه اصلا؟ ولا اي حاجه ريليتد باللي انا بعمله. انا دارسه ايكونومكس، اقتصاد، وما اشتغلتيش فيه خالص. انت بعد ما اتخرجتي من الكليه ما اشتغلتيش في اي حاجه غير لا اشتغلت في مدرسه. اشتغلتي ايه؟ تيتشر. مدرسه؟ مدرسه ايه؟ ألسن كانت مدرستي اساسا. وكنت بتدرسي ايه فيها؟ ما هو كي جي 1، فهم بياخدوا مجموعه، بنبقى كلاس تيتشر واسيستنت، بياخدوا بقى اوكي، مفيش سبجكتس معينه. تقولي اول مره اعرف، شوف بقالي كام سنه معايا ما سالتهاش انت خريجه ايه او درستي ايه او كده. وحضرتك يا استاذه شيماء؟ لا انا تربيه فنيه. تربيه فنيه بجد؟ طب واشتغلتي قبل كده في بتشتغلي في حاجه دلوقتي غير غير الزومبا؟ بس الاول كنت كوردينيتور شوب، يعني زي اللي هو شبه الستايلست كده، بظبط اللبس على الفيترينا والمحلات وكده. انت عارفه دي من اهم الشغلانات، انا قعدت فيها 11 سنه بجد. طب انت عارفه عشان احنا كان عندنا زمان محلات عند اهلي، اكتر يوم كنت احب اروح فيه المحل اليوم اللي هيغيروا فيه الفيترينا ويعملوا ماتشنج للالوان في المحل ويرصوا الشماعات ورا بعض بطريقه معينه. ده بالنسبه لي كان بيبقى احلى يوم. حلو بس كله فن ومرهق. مرهق جدا. لا بس هو حلو. انت مش ناويه تشتغلي في الايكونومكس خالص؟ لا خلاص بقى، بعد ايه؟ انا كبرت. كبرت ايه؟ كبرت على الكلام ده. انا بتاعت زومبا وكلام فارغ من ده. لا لا احلى كلام. تيجي نشوف اخر تراك؟ يلا نسمع مع بعض نشوف. اتفضل. اوبا 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 اوبا، برافو عليكم يا حلوين، اشكركم، ميرسي ليكم، اشكركم. طيب شفنا دلوقتي ثلاث تراكات، مي عادل ومعاها شيماء عملوا ثلاث تراكات احلى من بعض بصراحه، تالقوا ودفونا، خلونا كلنا عايزين نقوم نلعب رياضه، بشكرهم. خلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مع ندى زنانيري، خليكم معانا لو سمحتوا.